لا لا مش قادرة صراحة. والله انت مشكلة. والنبي ما انتوا قلبين. مش عايز اتعبكم اكتر ما انتوا تعبانين. بتخونيني يا بنت الكلب. لا لا. بس العيب مش عليكي. العيب عليا انا. انا اللي لميتك ونظفتك وعملت لك سعر. اخرس. مش عايز اسمع صوتك خالص. بتخنيني مع عيل صغير يا ديدي؟ لا يا مهرة لا. ما... طب انا اسألك سؤال وراضي ضميرك. لو انت مكانها ومرتبط بواحد زيي ترضى انك تخني مع عيل صغير شبك؟ رد. لا ما يرضنيش. شفتي؟ او العيل الصغير اللي انت بتخنيني معاه قال لك لا. بس اديني فرصه اشرح لك كل حاجه وبعد كده اعمل كل اللي انت عاوزه. اخرس يا انا. مروان انا بحبك، انت عارف انا بحبك قد ايه. دي اول غلطه اعملها في حياتي معاك، ارجوك سامحني. انا عمري ما خنتك قبل كده، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ابوس ايدك. هو اللي ضحك عليا، انا ماليش دعوه. ايوه عصرك دي كدابه والله. أخرج. كدابه والله العظيم. هو ضحك عليا. ابوس ايدك. ابوس ايدك سامحني بالنبي خلاص. ما تعمليش كده في نفسك. هسامحك حاضر. بس تعالي. تعالي. حاضر حاضر. امسكي المسدس ده. اضربيه بالنار. لا لا والنبي. اضربيه بالنار. لا والنبي يا مهران. لا والنبي والنبي والنبي. لا لا. اضربيه بالنار. والنبي لا. يلا. اضربي يلا. اضربي اضربي. ايه ده؟ انت قتلتيه كده؟ بقيتي مجرمه يا دودي، بقيتي مطلوبه للعداله. بس هو يستاهل. انا عايز اطلعك غلطانه عشان اقتلك، وانا ما اقدرش اقتلك يا دودي عشان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. بس انت من النهارده مش هتتكشفي على راجل تاني يا دودي ولا على اي حد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا العربية بتاعتي عطلت وأنا في المكان ده مفيش حد يقدر يساعدني ولا يوصلني. ينفع توصليني؟ عينيا الاتنين راح فين؟ مش بعيد، 10 دقايق هنا. بس أنا كان عليا نادر ودبحت وبوزع اللحمة لأصحاب نصيبة. استنك طيب، ربنا ما يقطعلك عادة. هديك اللي أنت عايزاه. ولا يهمك يا باشا. ها؟ تحت أمر. اتفضل. بعد كده هتوديني مصر الجديدة، ماشي؟ ماشي يا باشا، اتفضل. اركب بقى جنبك هنا. ماشي يا باشا، اتفضل 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 يا باشا. يلا توكلنا على الله. توكلنا على اللي بيوكلنا.